أنا أتكلم عن الوطن الأم المغرب، نساتي سيداتي سادتي المغرب الذي يعد واحد من أفضل الدول من ناحية تأسيس الألعاب الإلكترونية، تواجد المواهب اللي للأمانة خلابة بشكل كبير، وإن شاء الله راح يكون اليوم أبسط الأمثلة. ومسبقا اعذروا ما شفتوا منا وإن شاء الله راح نستمتعوا. اليوم كنتواجدوا في مروكو جيمين اكسبو في النسخه ديالو الاولى كجامعه اللي تكريات سنه 2020 واللي جات باش تقنن مجال الالعاب الالكترونيه في المغرب، واللي داروا على هذا الاساس جوج اتفاقيات شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، وزاره الشباب والثقافه والتواصل، واللي في هذا الاساس تم تجهيز 89 دار شباب جميع ربوع المملكه، وكذلك دار برنامج ترفيهي على هذا الاساس. كاينين دي زيكيب ناسيونال، لا فيديراسيون كتكونستروي دي زيكيب ناسيونال، على سبيل المثال اوني 6ييم مونديالمون في لو جو فيفا، وكذلك لو جو فالورانت عندنا دي زيكيب ناسيونال فيمينين اللي مكلاسيين دوزيام في لا ليغ اراب دي سبورت. كنبغي نقول لكم بلي الجامعه الهدف ديالها هو تطوير ممارسه الالعاب الالكترونيه بالمغرب، ولهذا على هذا الاساس هذه دارت بوغ لا بروميير فوا لا ليغ ريجيونال دي سبورت في جهه ديال الرباط سلا كاول مشاركه لنا في هذا المعرض. هذا كنتمنوا نستقبلوا دي عروض، وكذلك حتى حنا نعطيو الخدمات ديالنا، باسكو كي كنقولوا يد في يد نقدروا نديفلوبيو الاي سبورت في المغرب. هذه فرصه باش نتعرفوا على المستثمرين وكذلك لي زاكتور ماجور ديال الاي سبورت سواء في المغرب ولا خارج المغرب، باش نقدروا نطوروا اكثر الاي سبورت في المغرب ونزيدوا به القدام. والفريق الذي يليه واحد من الفرق الذي اكيد كلنا نعرفه وبصريح العباره اسم متميز، واكيد بوجود لاعبين متميزين في فور فانداتا.